هنكمل مع بعض المودل، ودلوقتي هنعمل مودل للتايب بيمز. لو شفنا لوحة التايب بيم لاي اوت هنلاقي ان عندنا نوعين من التايب بيمز عبارة عن T1 و T2. هنبتدي ندخل الاتريبيوتس زي ما عملنا في الفوتنجز والاعمدة. مين كونكريت بار تول بار هنختار الامر create concrete beam. دبل كليك هتظهر لي concrete beam properties window. هنبتدي ندخل الاتريبيوت بتاع T1. النيم هيكون T1، الشيب هيكون هدخل الاول الدبس وبعد كده هدخل الويد، يعني هيكون 500 في 300، والماتيريال سي 60، والكلاس هخليه 9. هنعمل سيفنج للاتريبيوت باسم T1. وبالنسبة للنوع التاني فأنا هدخله بنفس الطريقة وهيكون اسمه T2. هنعمل لود للاتريبيوت T1 ونبتدي نرسم. هنلاحظ زي ما موجود في اللوحة ان البوتوم ليفل بتاع التايب بيم هو البوتوم ليفل بتاع الفاونديشن. هنبتدي دلوقتي نعمل التايب بيمز مع بعض. احنا دلوقتي الفيو اللي احنا فاتحينه 3D، وزي ما عرفنا قبل كده ان اي بارت او اوبجكت برسمه في 3D بيكون التوب ليفل بتاعه بزيرو. عشان نسهل على نفسنا عملية الموديلنج هنفتح الفيو اللي كنا عملناه قبل كده اللي هو كان عند بلان سالب نص متر، وهنبتدي نرسم فيه التايب بيمز. معنى كده ان التوب ليفل بتاع التايب بيمز اللي انا هرسمها هيكون عند سالب نص متر. هنروح لكريت كونكريت بيم وهنعمل لود ل T1 ونعمل ابلاي. قبل ما نبتدي نرسم في ملحوظة مهمة جدا، لما باجي ارسم اي بارت موجود في بلان زي التايب بيم اللي انا هرسمها دلوقتي، فاتجاه الموديلنج بيكون لو انا عايز ارسم تايب بيم في الاتجاه الافقي من الشمال لليمين، ولو عايز ارسم التايب بيم في اتجاه راسي بيكون من تحت لفوق. هتشوف الكلام ده دلوقتي مع بعض. انا عايز ارسم التايب بيم ما بين جريد A وجريد B في الاتجاه الافقي، فانا هبتدي اختار اول نقطه عندي في التقاطع العمود مع الجريد لاين وهتكون في اتجاه الشمال، وهروح للاتجاه اليمين اللي هو في اتجاه الموجب المحور اكس، واختار النقطة التانية في نقطة تقاطع العمود مع الجريد لاين. وبكده عملت كريشن لأول تايبين. هنبتدي نكمل مع بعض بقية التايبينز. ولو في تايبين في الاتجاه الرأسي زي ما اتفقنا هبتدي من تحت لفوق، كل اللي انا برسمهم دلوقتي T1. زي ما احنا ملاحظين ان التايب بيم بدايتها مش مع بداية العمود، فهناك حلين ان انا يا اما اعمل موف للتايب بيم كلها او ان انا اخش في البوزيشن تاب واحاول اغير من البوزيشن بتاع التايب بيم. هندخل على البوزيشن تاب، هي في الاون بلين، هختار انها تروح لاتجاه الرايت ونشوف. فعلا هلاقي ان هو الاتجاه دلوقتي بقى صحيح، وهكذا هنبتدي نكمل جميع التاي بيمز. بعد ما هنكمل الموديلنج لبقيه التاي بيمز هيحصل لنا الشكل ده. طبعا انا عملت التاي بيمز الموجوده في النص ده وعملت لها برضو كوبي ميرور. هنشوف الشكل مع بعض في 3D. هنلاقي ان انا كده خلصت الفوتنج والاعمده والتاي بيمز. لو عملنا زوم على احد التاي بيمز هنلاحظ ان المنسوب البوتوم ليفل بتاع التاي بيم مش نفس منسوب البوتوم ليفل بتاع الفوتنج، وده طبعا مش زي اللي موجود في اللوح عندي اللي هو البوتوم ليفل بتاع الفوتنج بيساوي البوتوم ليفل بتاع التاي بيم. احنا عارفين ان كل الديبثز بتاعه التاي بيم بتساوي 500، وكنا عارفين برضو ان كل الديبثز بتاعه الفوتنج 400. معنى كده ان البوتوم ليفل بتاع التاي بيم محتاج انه يترفع في اتجاه زد بمقدار 100. هنختار كل التايب بيمز الموجوده قدامي عن طريق السلكشن فلتر،
كنترول وجي من على الكيبورد هتظهر السليكشن فلتر ويندو. هختار بارت كلاس، الكلاس بتاع التايب يمس كام؟ ب9. مش محتاج ان انا اعمل اتريبيوتس ان انا هستخدمه مره واحده بس. نعمل سليكشن، رايت كليك، موف سبيشال لينير. انا عايز اطلعه في اتجاه محور زد بقيمة 100. هلاقي فعلا ان كل التايب يمس اتحركت مقدار 100 في اتجاه محور زد، وبكده ان البوتوم ليفل بتاع التايب يم بيساوي البوتوم ليفل بتاع الفوتنج زي ما هو موجود في اللوحة.